ولك انت وينك لهلا؟ دقيت لك كثير بس ما عم تردي علي. كل يوم بقعد بستناك لتخلصي صلاه. شو يا شكلك مشغوله؟ مو مشكله، خلاص منتحكى، بشوفك غير مره. جانو شوفي، شو وين كنتي شارده بنتي؟ عم تفكري باللي صار امبارح؟ مانوشا اعطيني موبايل فينود. الو ساتيش، انا ام جانو ابني. اهلا وسهلا. اهلين ابني. ابني جانا قالت لنا على اللي صار معها امبارح. حابه اقول انه بنتي ما ممكن تغلط ابدا. جانا لليوم ما اطلعت على اي شب بطريقه مو منيحه ولا رافقت. ما بعرف مين كان هداك، بس انتي مفكره انه انا ممكن صدق اللي بيقوله اي حدا؟ انا سكرت نهائيا على الموضوع اللي صار امبارح. امبارح بالذات عرفت جانا على حقيقتها. ما عندي اي شك بقلبي، وانا قلت لها هالشي حتى ما تقلق، وانتي كمان اطمني ولا تقلقي ابدا. ابني بس انا لا تتوتري مشان الشي اللي صار امبارح بنوب، ماشي؟ يلا باي. امبارح؟ شو صار امبارح؟ هذا الشاب ساتيش ما في منه ابدا، هو سكر نهائيا عن موضوع امبارح. فقلي لي انت ليش قلقانه؟ هو بيثق فيكي كثير، هذا ما بيكفي؟ بس انا حسيت بالخجل بعد الشيء اللي صار قدامه امبارح. انسي اللي صار ولا تفكري فيه. في شي مو منيح صار معك؟ لا لا ما صار شي. لكن شو اللي كنت عم تقوله على التليفون؟ ام جانا لساتها قلقانه من التليفون اللي اجانا، لهيك كنت عم طمنها بس. ساتيش انت عم تخبي شي عني يا ابني؟ لا ماما لا تقلقي. ماما نحن عرفنا نختار، جانا هي البنت اللي كنتي عم تحلمي فيها إلي. تأكدي فيني روح؟ أنا تأخرت. باي. لحظة، مكنة. مكنة؟ مكنة يعني بنت. شو قلت يا أخ؟ لا تخاف من شي، الموضوع بيضل بينه وبينك، يعني سرك بدير. في عندي خيارات قد ما بدك. شوف هون، بدك أجنبية فيه، هندية فيه، بيضة، سمرة، في اللي بدك إياه. ما بدك؟ لا اطلع على قليلة. سكوت، أنا ما بيهمني هيك شي أبداً. لأنك لسه ما شفت شي، في معي صور بتعجبك كتير بس انت شوفهم. اعمل لك نظرة. لك انت مفكر الناس كلها مثل بعضها؟ بتروح من هون ولا بطلب الشرطة؟ Yeah.
شو قلت؟ حظك حلو انك اخترت الافضل، حظك كتير حلو، البنت حلوة كتير. شو؟ شايف عجبتك؟ بس في مشكلة صغيرة، الموضوع مو سهل، ما فيك تشوفك اليوم، هي عندها ظرف خاص، ما فيك تشوفها غير يوم الأحد. شو بتعمل يوم الأحد؟ يوم الأحد بشتغل شغل البيت، وبروح أحياناً على الصلاة. تطلع من البيت بحجة إنها رايحة على الصلاة، ما فيك تشوفك اليوم لأن لساتها ساكنة هون مع عيلتها، مو متعلمة، لهيك ما فيها تتجوز اللي بدها إياه، مو أي حدا بيقبل إنه يتجوزها، من شان هيك هي عم تعمل جهدها تجمع مصاري لتقدر تتجوز. هالشي صار كذا مرة مع جانو من قبل، أي شاب متعلم مثلك بيجي بيطلب بنت بده إياها متعلمة وبتشتغل، وهالصفتين مو عند بنتي جانا. اللي شو وافقت؟ هي بيتوتية والناس بيحبوها من أول نظرة. شو قلت؟ أنت موافق؟ احكي معها. ها؟ خلص الطفل باين عليك مو عاجبتك. عموما هي بطاقتي، خليها معك إذا احتجتني. ألو. لو سمحت ممكن تنادي جانا من البيت؟ لو سمحت. دقيقة رح نادي لها. منوهر! منوهر! تعال أحكي! مكالمة لأرشنا! جاي! خليك أنا برد. خدي الشمسية معك. لا مو مشكلة. سوشنا استني. يلا. هيك بتتبلبلي. أصحك! ديري بالك تزحلق! تعال فوت لهون. ألو عمتي؟ مرحبا، ساتيش معك. أهلين ساتيش، خير؟ قلي. صراحة أنا كان بدي أحكي مع جانا. جانا هلأ برات البيت، هي راحت على الصلاة. قلي في شي ضروري إلا يا؟ لا عمتي ما في شي ضروري، بس إذا ممكن تحاكيني أول ما ترجع. إيه تكرم عيونك. الساعة 7 المساء ولسه لهلأ ما رجعت على البيت. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.